اسمي سمر راعي، عمري 26 سنة، متزوجة، عندي طفل، متخرجة من معهد إعداد المدرسين في ريف اللاذقية، تربية معلم صف. عمل حاليا في فريق ابتسم التطوعي، مختص بالدعم النفسي وحماية الطفل. تطرقنا لكثير امور مثل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، حفلات ترفيهيه بالمدارس، رسوم على الجدران، وكمان تطرقنا لكمان لكثير امور مثل التسرب المدرسي. كمان لقينا كثير اقبال على هذا الموضوع بالنسبه للناس. الرجل العامل بيواجه صعوبات العمل اللي هو فيه فقط، بينما المراه العامله عم تواجه كثير صعوبات. تواجه صعوبات من لحظة خروجها من المنزل، يعني صعوبة مسؤوليات البيت، الزوج، الأولاد، مسؤولية كمان المواصلات لبعض مناطق تنفيذ العمل على المناطق اللي احنا عايشين فيها. في كمان صعوبات العادات والتقاليد بالمجتمع، لحد الآن نوعا ما عم ترفض عمل المرأة في المجتمع. هذا شعور كثير حلو انك تعطي شيء ثمين بالنسبه لك، بالخص للاطفال. يعني هي بحكم عملنا بفريق ابتسم، يعني هي البسمات اللي عم نشوفها على وجوه الاطفال بعد كل نشاط عم نعمل لهم اياه، هي بحد ذاتها بالنسبه لنا مقابل.